طيب هنروح لموضوع تاني. انا وانت اتكلمنا فيه قبل كده برضو، بس الواحد كل مدى بيكتشف حاجات. لا ده انا عايزه اقول لك ان احنا محتاجين الحقيقة نتكلم فيه كل يوم. لانه كل يوم بيطلع ضحية جديدة، وكل يوم بيطلع موضوع جديد، وكل يوم في تحدي جديد. احنا كنا من فترة اتكلمنا مع حضراتكم عن تحدي كتم النفس، ونبهنا قد ايه خطر، وشفنا انه في ناس حوالين العالم وفي مصر تحديدا تاثروا بشكل كبير جدا، وفي طلبه يعني اتلحقوا كده في ثانيه من بين ايادي الموت. شفنا بعدها فيديو كان صادم، وانا وحسام بدانا نعلق عليه، وكنا يعني الحقيقه قلبي وجعني وانا بعرض الفيديو دوت للولد اللي اترفع لفوق ونزل اتهبد على الارض. برضه جزء يعني من التحديات اللي بتطلع على التيك توك وعلى الالعاب. لا وفاكره البنت اللي عرضناها وكتم النفس اغمى عليها قدامنا. أيوة. عرضنا الفيديو برضه هنا في 90 دقيقه. احنا بقى عندنا تحدي جديد، او الحقيقه هو مش جديد، هو قديم بس في اعاده لاحياء النهارده مره تانية، اللي هو تحدي تشارلي. وخليني بقول لحضراتكم ايه القصه دي، لانها غايه في الخطوره، واحنا محتاجين يعني نوعي نفسنا ونوعي ولادنا ونبقى حذرين جدا. خلاص ما ينفعش ان احنا ندفن روسنا في الرمل، او نقول لا مش هنتكلم مع الولاد في الحاجات اللي زي دي. لحضراتكم شايفينه ده هو الطريقه اللي بتتلعب بيها لعبه تشارلي. بتتحط قلمين رصاص فوق بعض، عندك مربعات كده يس او نو، وكانك بقى اللي بيلعبها كانه بيعمل حاله تواصل مع طفل اسمه تشارلي، او روح طفل اسمه تشارلي استغفر الله العظيم يعني. والولد ده بيبدا يقول لك احكام. انت عارفه زي ايه؟ عشان الناس تقرب لها. ويجا. فاكرين ويجا كومن ويجا هي لعبه بقى دي شبه نفس الفكره برضه، هي نفس الهبل ونفس العبط ده. بس ايه، قال لك المره دي روح طفل مكسيكي او احدى الطقوس المكسيكيه. انا ما اعرفش يعني بيقول لك حكم، يعني هو يس او نو ده انه تقطع ايدك، يعني اعوذ بالله تقطع شرايينك او تخنق نفسك او ما اعرفش ايه. كلها حاجات خطيره يعني، لازم نفضل نتكلم في الموضوع ده، وحتى وان كان قاسي وحتى وان كان صعب انه نسمعه، والطريقه يعني بشعه ان احنا نحكي فيها، بس معلش يا جماعه هو ده بقى امر واقع. ومن يومين يعني لقوا ولد في القليوبيه اظن نفذ القصه دي وشنق نفسه، يعني انتم متخيلين حرقه قلب ام وابوه عليه، وعنده 12 سنه، ما هوش يعني 12 سنه في داخل كده في مرحله الشباب، واتضحك عليه بقى ولا اتلعب بعقله ولا حد من صحابه قال له، فقرر ان هو يجرب اللعب وهو قاعد في الاوضه وقافل على نفسه الباب. دخلوا. طب ما احنا ممكن نلعب اللعب، انا بس بفهم يعني ممكن نلعب اللعبه دي، بس مش احنا كنا زمان بنلعب الشايب دي كان فيها لا حكم. لا شايب ايه انت بتتكلم؟ ما انا بقول لك يعني قصدي انت يعني هو انت لازم تبقى الحكم مثلا اللي انت بتعمله الحكم ده، انا بتكلم الشايب لازم يبقى الحكم يعني مهدد للحياه. انا اللي مش عارف اللي بيطلع الحاجات دي، يرمي نفسه بميه، يروح ينزل البحر، ده كلام بالاحكام بتاع زمان الجميله اللذيذه، تعزمه على العشاء، ايه الحاجات يعني هو لازم تبقى انت مأذي او تأذي غير، ما تلعب بالاحكام عاديه. ما احنا طول عمرنا كنا بنلعب باحكام يعني، واحنا فشيء غريب برضو الحقيقة، ويدعو لل لا أنا بس يعني النقطة بس الأساسية بالنسبة لي إن إحنا لازم نفضل نتكلم في القصة دي، ولازم نفضل نوعي بيها. ومن الواضح إن إحنا بقى علينا دور تاني كأولياء أمور وكمدارس قبل كل شيء، وزارة التربية والتعليم النهاردة أعتقد مدارس معممة بقى لها فترة. بس إحنا محتاجين أبروتش أو محتاجين مقاربة أقوى من كده، لازم، لأن الولاد بيقضوا يعني طبعاً يومهم أكتر، يومهم في المدرسة أكتر من البيت، والمكان اللي بيلتقوا فيه ببعض وبيتكلموا في المدرسة مش في البيت. فلازم النهارده يبقى عندنا استراتيجيه في البيت وفي الدروس اقوى اشد من كل دوت ان احنا نتعامل بيها مع القصه دي، وبيعملوا في البيت وبيعملوا في الدروس، عشان كده لازم الناس تبقى كلها منتبهه.